بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن أنا قبل ما أوجه كلمتي أن أنا أرحب بكم جميعا، أهلا وسهلا لكل الضيوف الموجودين أو الجاليات اللي موجودة. أنا ما بحبش أقول كلمة جاليات الحقيقة، لأن إحنا هنا في مصر حريصين جدا على أن إحنا نبقى نتعامل مع بعضنا البعض على أن إحنا مواطنين. أي حد له حق المواطنة في مصر. فبرحب بيكم أهلا وسهلا. إنني أود الإعراب عن سعادتي الغامرة باحتضان الإسكندرية لهذا الاحتفال بإحياء جذور الجاليات اليونانية والقبرصية في مصر. فليس أدل على عمق الأواصر بين الشعوب الثلاثة من هذه المدينة التي أرصد عائمها الأولى الإسكندر الأكبر عام 332 قبل الميلاد، لتصبح إطلالة مصر على شاطئ المتوسط ونقطة التقاء الحضارات وحاضنة الثقافات والتراث. لا يفوتني هنا أن أتوجه بالشكر إلى صديقي فخامة الرئيس أناستاديس على إعادة قبرص لعدد من القطع الأثرية المصرية التي خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة. كما أسهمت الهجرات اليونانية والقبرصية الحديثة إلى مصر اعتباراً من نهايات القرن الثامن عشر في إثراء تعددية المجتمع المصري، حيث شارك اليونانيون والقبارصة إلى جانب إخوانهم من المصريين في إحداث نهضة تجارية وثقافية وفنية. اسمحوا لي أن أشكر الصديق الصدوق الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته على هذه المبادرة الرائعة، وهي مبادرة قد تم احتضانها منذ اللحظة الأولى سواء من جانبنا في قبرص أو من جانب اليونان، ولا يمكن إلا أن تعد ونشعر بتأثر بالغ لي شخصيا وأيضا لبقية الوقت القبرصي لوجودنا في إحدى أكبر مدن الزمن القديم. اسمحوا لي أيها الصديقات والأصدقاء أن نعبر عن امتناننا إلى الشعب المصري الذي احتضن من اللحظة الأولى المغتربين القبارصة وجعلهم يشعرون بمصر كأنها بيتهم. مرة أخرى أود أن فخامة رئيس جمهورية مصر العربية على الضيافة الحارة والتنظيم الممتاز لهذا الحدث، وأيضا الصديق العزيز رئيس جمهورية اليونان سيد بروكوبيس بافلوبوس وعلى إسهامه وعلى محاضرته التي سوف تلي بعد ذلك وستوفى تكون هامة جدا. شكرا على حسن الإصغاء. دليل تاريخي إن هذا المكان كان أول مركز علمي للإنسانية. الحضارة العربية نقلت إلى عصر النهضة. هذه هو المسار التاريخي هنا في الإسكندرية. هناك مثال آخر، مثال مكتبة الإسكندرية، المكتبة الجديدة، وهذا هو بالضبط الذي أتحدث عنه، التي تأسست وأنشئت على أساسات المكتبة القديمة. وهذه المكتبة الجديدة قد أخذت الإرث من مكتبة العصر الهليني عن جدار، ومكتبة الإسكندرية تواصل مسيرتها الآن من خلال البريق الحضاري الذي تبث. أيها الصديق العزيز السيد عبد الفتاح السيسي، قامة الرئيس نشكركم بحرارة لإعطائنا هذه الفرصة أن نحيا هذه اللحظات التاريخية في الإسكندرية. الإسكندرية التي هي مصرية ولكن هي ملك لكل العالم كرمز يرمز إلى الماضي ويرمز إلى المستقبل. شكرا جزيلا.
مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة. مصر واليونان وقبرص مثلث بيستند إلى جذور في العلاقات، في التاريخ، في الحضارة، على اعتبار أن العلاقات بين المصريين واليونانيين علاقات لها جذور ولها امتدادات حتى الآن بنشوفها كثيرا وبتتابعها في الأفلام المصرية القديمة. هتلاقي لازم تلاقي في الأسماء اليونانية، وهتلاقي في حتى بعض صناع الفن وصناع السينما وصناع المسرح كانوا من اليونانيين. هتلاقوا في أسماء محلات شهيرة، هتلاقوا في تزاوج بين العائلات المصرية واليونانية. وبتكلم طبعا قبرص لأنها انتوا عارفين ان يعني هي ايضا امتداد لليونان يعني، وفي المشكلة اللي قائمة مع تركيا، القبارصة اليونانيين في مواجهة مخططات تركيا لتقسيم الجزيرة ومحاولة استخدام هذا الصراع يعني لحساب ولمصالح خاصة متعلقة بها يعني. طب هل المثلث ده موجه ضد تركيا؟ مش فقط يعني موجه ضد تركيا، صحيح في تلاقي مصالح في مواجهة عداء تركي واضح وسافر، ولكن كمان في مصالح اقتصادية اللي هي اتفاقات الغاز اللي هتجلب الخير علينا جميعا يعني، واللي بالتأكيد هتنال النصيب الأكبر من المباحثات. لكن زي ما بقول لكم في بعض الدول اللي في بينها وبين بعضها علاقات قديمة وعلاقات تاريخية كبيرة، ولما تشوفوا هتلاقوا أن اليونانيين كانوا جزءا كبيرا من الاقتصاد المصري ومن الفن المصري ومن الثقافة المصرية، وده هتلاقوه كمان ما زال موجودا في اليونان. ولو شفتوا احنا لما جبنا لكم ممتلكات مصر في اليونان اللي بحثنا عنها وطلبنا باستردادها، وشفتوا ازاي في كفالة او قولة قديما مدينة محمد علي التي جاء منها محمد علي، وبعد سنوات قليلة أصبح حاكما لمصر وحكمت أسرته مصر حتى عام 1952 بقيام ثورة يوليو. فهتلاقوا العلاقات فيها حكايات وفيها جذور وفيها تداخل وتزاوج بين العائلات.